كان أنابرت جيبرتالة. إجا الوقت، حان الوقت إنه فك الجديد يلي اليوم بالفيديو رح فك شعري من الجديد بعد ما تركتهم 3 اشهر على راسي. اليوم اجى الوقت لفك البريدز لانه خلص بيرت تو ماتش. سو حبيت اعمل هيدا الفيديو كرمال عن جد تشوفوا ذا ريل ثينج انه شو بيصير بس انا فك شعراتي، وكمان اذا انتم كان عبالكم تعملوا هيك شيء لتشوفوا كيف حيصير كل البروسس. الادوات اللي رح استعملها اليوم لفك شعري هن مرشة مي، وهيدي الفرشاية كمان حكون عم بستعمل طرفها كرمال ساعد حالي فك الخصل. من بعد ما فك البريدز رح كون عم بستعمل كونديشنر لأنه رح كون بدي يعني بكون شعري صار مثل الجبنة المكعزلة وأنا بدي خليها تصير لبنة. ولأنه شعري من بعد ما فكه رح يكون كله مشرقل ببعضه، سو كمان رح كون عم بستعمل كونديشنر. أنا ربطت شعري وشلت الخصل كذا خلص، وشلت البارت من الشعر اللي هلا بدي بلش فيه. بلشت بهيدي. من القصص الايجابيه اللي حبيتها بالذا برايدز هن انه كثير وفروا لي وقت، خاصه بالصيف رطوبه وشوب وهيك، سو كنت دغري اتحمم واظهر، يعني ما اضطر انه اعمل فير او ظبط شعري او اعمل شيء. فمن هالناحيه كثير ارتحت، اكون كثير جنتل. اوه ماي جاد، اوكي ليكو كيفو مشرقل. اوه ماي جاد. شغله ثانيه كثير حبيتها انه كانوا كثير بيلفتوا النظر، يعني وين ما روح العالم تسالني كيف عامل شعرك، شو هو الالوان الحلوه اللي نقيتيهم، ويسالوني عنهم. يعني ليترلي جايز عن جد كل يوم عالم ما بعرفها على الطريق توقفني تسالني كيف عامله شعري وين وبلا بلا بلا وكل هول الاسئله. وكمان الحلو انه كان فيني اعملهم كذا موديل، يعني كنت كل يوم اعمل هير ستايل ديفرنت. هلا انا شعري اخذ 6 ساعات لعملته، معقول ياخد هلا 6 ساعات كمان لفكه؟ شو هيدا الشيء عم بفكه؟ This is taking too long. Guys أنا بلشت فك شعري على الساعة 6:30، هلا الساعة 9، رح احاول خلص هيدي الميلة باسرع ما في لانه عن جد كثير داخل، يعني ما عم تفهم ما اجي لادي بقى اصور. وبعد بدي فك التانجلز وبدي اتحمم واعمل شعري. I'm too tired for this، بس انه ما رح وقف، رح كمل هيك بلشت، رح يكون عندي جلاده بعدين، so let's go. I got a bad feeling about this. هاي جايز، لا هيدا منو فيديو جديد، هيدا انا تاني يوم خلصت فك شعري على الساعة 12 بالليل، كنت مبلشة على الساعة 6:30 وخلصته على 12، أخذ معي وقت قد ما ركبته على إني فكه مع إنه كنت قصته، بس جايز ما بتتخيلوا قديه أخذ معي وقت، قديه ما كان إلي جلادة، قديه أخذت بريكس لأنه ضيق خلقي. بعد ما خلصت وفكيته ما كان بدي أطلع بحالي بالمراية لأنه كنت عارفة شكلي ما بيقطع، فكنت بدي إنه أكمل حياتي عادي، ما كان عندي شغل، سو رحت على الشغل هيك شعري. يس رحت على الشغل هيك شعري، بس قررت انه خلص شغل اليوم ارجع على البيت وكمل البروسس فرجيكم كيف حيكون شعري. يلي لاحظته بشعري انه كثير مشرقل ببعضه، ويلي بيعني انه يمكن ما كان لازم اترككم 3 اشهر. هلا رح تشوفوا منظري من بعد ما فكيت البريدز وشعري بهيدا الشكل. بتمنى السبسكرايبرز يضلوا موجودين. شعري هلا شكله هيك. المشهد بوكي هنا. شو رايكم جايز؟ حلو ايه؟ You can stand under my umbrella. بدي اقول لكم شيء كثير مهم صاير بشعري هلا، غير انه ملمسه ناشف على فيه زيت على ما بعرف شو فيه لشعري، شعري عامل دريدز. دريدز يعني لما تشوفوا يعني في عالم مثلا بتشوفوا عندهم هيك خصل طوال بيكونوا دريدز، ما بيكونوا جدوله، بيكونوا هيك كانه كبتوله شعر اوكي نازله. وبس لفصلكم شيء انه طبيعه شعر الانسان اذا بتتركوا شعركم ما تمشطوه ولا تسشوروه ولا تعملوا شيء فيه
بيتحول لدرجز. سو انا لانه كنت تاركة الخصل بشعري لثلاث اشهر مع انه اكيد كنت عم بتحمم بس ما كنت عم مشطه اكيد, سو صار في بوكليت دريدز بشعري. هلا ما بعرف هيدي شو وضعها صراحه, هيدي ما كانت هالقد قصيره, ما بعرف اذا قصيتها بالغلط. منع عن جد يزبط لانه جايز ما عم تفهموا انه انا شعري من هون عادي بس في كبتولات دريدز بكل مخي. ما عم بستوعب. So going to damp it. بس رح حط ايدي بالكونديشنر وحاول اني فكفك الدريدز. اوكي شعري ما عم بفك جايز, ما بعرف كيف بدي افصلهم عن بعض. اوكي جايز ما عم بفك شعري. This is not funny يعني, بس ما بعرف شو بدي اعمل, ما عم بفكه. Okay, I'm panicking. فوت شوف على يوتيوب كيف لازم. Okay, how to get out a giant hair knot. Okay, لا, I think لازم دق لحدا لشوف شو لازم اعمل بشعري لانه ما عم بفكه. فكيت هلا البريد اللي كانوا بشعري, وكان الخصله كانت انا عملتها بريد في من فوق دريد, like a piece of dread. Okay, yeah. So how am I supposed to get rid of it? Okay, easy. اول شيء بجيبي conditioner. I'm doing that. Okay, and then you get a crochet needle. Okay. And you just put a lot of conditioner and use the crochet needle to untangle the hair. هيك شوي شوي من تحت لفوق كأنك عم تمشطيهم. من تحت لفوق. أنا كأنك عم تمشطي, but yeah, من تحت لفوق. So hair update صار لي تقريبا شي ساعة أو أكتر شوي. على هيدي الشقفة من راسي الحديد. هلأ هيدا هو الشعر يلي طلع مني. ما بعرف شو حاسة. بدي كمل بس بعد عندي كتير. Hi guys again. ما كنت متوقعة صراحة انه رح يكون في ثالث نهار لهيدا الفيديو, بس الحالة النفسية اللي كنت فيها انا وعم فك شعري ما كانت ابدا تسمح لي اني كمل الفيديو بذات نهار, لانه اخر شيء شفتوه بالفيديو هو اني عم فك شعري. بس يلي صار انه اول ميلة اخذت معي شيء 3 او 4 ساعات لخلصت, فانا بس شفت قديش اخذت وقت ايه هون بلش الانهيار. يعني انتو شفتوا جزء من الانهيار تبعي, من بعد هيدا الوقت انا هون عن جد انهرت. يعني ستفحش وابكي كتير, بكيت كتير فشيت خلقي وكنت خلص يعني بدي احلط شعري. بعدين انه تخيلت حالي انه بيرت شكلك انت وسلعة رح تشبهي البتنجانة, فانه خليك على 4 شعرات ونص اللي عراستك اكيد بيكون احلى. فهيك عملت وريتا ساعدتني بتاني ميل من شعري, سو اخذت شي ساعتين مش اكثر. بس انا وعم فك شعري انقطعت الكهرباء على الساعة 1, فكملت على ضو التليفون والشموع والقمر تا كان خلص هيدا البروسس كله. خلصت على شي ساعة 2, فت اتحمم كمان اخذ هيدا البروسس شي ساعة. ما انسى كمان كمية الشعر اللي طلعت مني, سو انا كنت اكيد حاطه حالي بالجو انه رح يهر كتير من شعري, سو كنت عم بتحمم وشيل كبتولات الشعر. يعني طب الاخر لقيت انه في تاني نهار بس وعيت لاحظت انه شعري كان ناشف كتير, كان منشف. فاول شيء عملته هو انه رحت دغري على السوبر ماركت لشوف شو فيني اجيب. لقيت هدول البرودكت من كوزمالاين. اي جوت الشامبو طبعا للشعر الجاف والتالف, وجبت الكونديشنر تبعهم يلي كمان مغذي ومكوي for dry and damaged hair. هيدا ماسك للشعر وسلفيت فري. وجبت كمان التويست اند كيرل موس من كوزمالاين. هلا انا شعري كتير بطيء ليطول, سو ما لاحظت صراحه انه طول شعري, بس اذا بتشوفوا هون في بوتنشل للسي جي ام. CGM هو Curly Girl Method, يعني بس العالم بتبلش تعمل شعرها كيرلي وبدون بلشوا يستعملوا برودكت لتصير في هيدا التويست. Honestly guys, هيدا الهيرستايل يلي عملته كان أجمل هيرستايل بالنسبة لإلي, بس legit أبشع experience قطعتها بشعري ever. يعني ما بتمنى حدا منكم يصير معه يلي صار معي أو تقطعوا بشي اللي أنا قطعت فيه, لأنه عن جد كتير كان draining. تعلموا مني ما تتركون للبريدز اكتر من شهر ونص شهرين ماكس ماكسيموم مش اكتر.
فقط شهرين لا غير. قبل ما يخلص الفيديو بس بدي فرجيكم الشعر يلي طلع من البريدز. هيدول هن شعراتي جايز، رح اترككم اكيد ذكرى، بس ما بعرف شو بدي اعمل فيهم، يمكن مخدة او شيء. اوكي جايز، هيدا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتسليتوا معي وضحكتوا علي ومعي. قولوا لي بالكومنت سكشن حيلا نصيحة عندكم اياها لشخص مثلي بده يبلش سي جي ام بشعره. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب اند شير ذيس فيديو وذ يور فريندز. بحبكم جايز كثير 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 كثير، بحبكم وكثير مشتاقة لكم، وبتمنى انه ما غيب عندكم ابدا مثل ما هالفترة اللي غبت عنكم فيها. بشوفكم بفيديو جاي، باي باي.